السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن تفسير حلم موت العروس يوم زفافها. قضية رؤية موت العروس في المنام لربما تدل هذه الرؤية على علامة على مرض شديد لصاحب الرؤية، فلربما تدل أيضا على مكروه قادم. موت العروس يوم زفافها، برغم أننا ذكرت أن الموت أحيانا من الممكن أنه يدل على انتقال ورؤية قد تكون محمودة، لكن موت العروس يوم زفافها رؤية غير جيدة غير محمودة، فلربما تدل هذه الرؤية على بعض الأشياء السيئة، فلا بد من الرأي أن يتحلى بالصبر وأن هناك ابتلاء قادم عليه، فلا بد أن يتعامل بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله منها وأن يدعو الله تبارك وتعالى كثيرا ألا يصيبه منها أي مكروه ومع شديد الأسف. ربما تدل هذه الرؤية على التعاسة ومع شديد الأسف، أنا آسف ولكن لازم ننبه على أن الرؤية غير جيدة. ربما تدل على التعب النفسي، عدم الراحة، عدم الاستقرار، بعض الضوائق المادية إلى آخر هذه الأمور. للأسف الشديد أحيانا من الممكن هذه الرؤية تدل على فقدان الأمل أو تعسر شيء أنت تريد الوصول إليه في المستقبل، كل ده ومع شديد الأسف لربما يحدث لك في الفترة القادمة. ولكن إذا تعاملنا مع هذه الرؤى بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إن إحنا ندعو الله تبارك وتعالى كثيرا ألا يصيبنا منها أي مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديثا أن الدعاء يغير الأقدار. البلاء نازل أو المكروه، الدعاء بيرفعه، كل ما تدعو كل ما يرفعه، كل ما تدعو كل ما يرفعه، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك يا جماعة لازم نحافظ على تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور المكروهة، فالدعاء يغير الأقدار. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.